اخر 4 أو 5 مباريات هقول لكم بالظبط ماذا قدم نادي الزمالك مع اسور. الزمالك مع اسوريو لعب في الدوري 8 مباريات، فاز في 5، على سيراميكا كليوباترا بنتيجه 1-0، على اسوان بنفس النتيجه، على طلائع الجيش بنتيجه 2-0، على الاتحاد السكندري بنتيجه 2-1، اخيرا غزل المحل بنتيجه 2-0. اتعادل في مباراتين مع المقاولين العرب في اول قياده فنيه بهدفين لكل فريق، ومع الداخليه 1-1، وخسر مباراه واحده فقط كانت امام النادي الاسماعيلي 2-1 في ملعب الاسماعيلي. ده في الكاس لعب امام بروكسي المشوار في الدور ال 32 فاز 3-2، بعد كده قدام فاركو في الدور ثمن النهائي فاز 3-1، امام المقاولين العرب امبارح في الدور ربع النهائي فاز بالسداسيه وتاهل للدور نصف النهائي. الزمالك مع اسوريو هقول الاراء الفنيه والتحليليه لكل الناس اللي كانت بتدلي برايها وكانت بتشارك بالاراء الخاصه بالجانب الفني وبطريقه اللعب وباللامركزيه وبالكلام الكتير قوي اللي قلناه وعدناه ويعني اتكلمنا فيه بتفاصيل كتيره جدا، اصل طريقه مانشستر سيتي، اصل اللعيبه مش معتاده على الاسلوب ده، اصل ما حدش فاهم شكل الزمالك عامل ازاي، اصل اللي بيتفرج مش عارف مين بيلعب فين، اصل اللعيبه مش عارفه ومش معتاده على الاسلوب ده، كل الحدوته دي اتكلمنا فيها يعني من هنا ل 300 سنه قدام. ولكن الزمالك مع اسوريو كان بعيد جدا عن ان هو يلحق يتأهل ويشارك في أي بطولة إفريقية أو عربية بحسب نتائج الفريق في الدور الأول. مع أسوريو ورغم أن النتائج والوقت كان ضيق، لكن نادي الزمالك قدر ولحق نفسه وتغيرت الأمور وحجز لنفسه مكان في البطولة أو بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم اللي جاي، حتى لو ما كانش ده طموح جمهور نادي الزمالك. بعد مجمع من الفريق 17 نقطة في الدوري، وصل بيهم المدير الفني للمركز الرابع بفارق نقطتين عن فيوتشر، ونجح من هو يوصل للمربع الذهبي في كاس مصر عشان يواجه بيراميدز في لقاء قوي وممتع هيكون من أقوى لقاءات الموسم بكل تأكيد.